عطر الورد عنوان المعرض الذي أقيم في قاعة الأورفلي بعمان لأعمال الفنانين العراقيين فائق حسن وشاكر حسن آل سعيد وإسماعيل فتاح بحضور عدد من الشخصيات الثقافية والفنية. تمثل شيء استعادي بشغلهم لوحاتهم، كل واحد 11 عمل، لكن أنت بال 11 عمل تشوف كل واحد لما كان طالب كيف كان يرسم وتطور وكيف من اجى وصار استاذ ودرس وخرج اجيال، بالتالي انت تشوف الفنان على مراحل مختلفه من اساليبه، يعني يمثلك الفنان بشكل مضغوط يعني من خلال 11 عمل. بارك الخطوه في نقل اعمال هؤلاء الفنانين الثلاثه الكبار الرواد الاوائل من الفنانين العراقيين، نقلها الى الاردن وعرضها حد ذاته الفكره ممتازه وجيده ومباركه. فنان دائما يحمل ذاكره الشعب، ولذلك الفن اللي فن أي شعب هو عبارة عن ذاكرة إليه، من خلالها نقدر نستقرأ المراحل والإبداع أيضا لهذا العراق. حقيقة كما دائما أقول عبارة عن كنز للمبدعين، كنز للفنانين وبكل مكان. المعرض يشكل تجربة مهمة في الحفاظ على الذاكرة العراقية والتي هي جزء من تاريخ الثقافة العربية الذي تعرضت في كثير من الأحيان للتزييف والتهميش. أعمال بها قيمة جمالية عالية، بها قيمة تاريخية عالية، بها قيمة ثقافية عالية، أعمال بها كل واحد من هؤلاء الفنانين قدم يعني ممكن أن نستشف تجربة كاملة من خلال هذه المجموعة. بعض الحجوم صغيرة صحيح، ولكنها أعمال كبيرة في قيمتها وكبيرة في قيمتها الجمالية والتاريخية. أنا حقيقة أشكر الأخ محمد على هذه المجموعة واللي هي من مقتنيات الخاصة. عم نحكي عن قامات في الفن التشكيلي تركت بصمة في الدائقة البصرية للإنسان العربي. فالعراق بلد الحضارة، بلد التقدم، بلد التاريخ والجذور والامتداد، سينتصر على كل قوة تحاول تدمير هذا الإرث الكبير، إرث التاريخ الكبير. هذا اليوم مشهد حيوية على أنه العراق نخلة باسقة ستظل قائمة وشامخة نحو الشمس إن شاء الله، نحو الحرية والتحليق والحضارة. صح الأساليب تختلف، فائق يمتلك طاقة جميلة بالواقعية، إسماعيل فتاح الترك رجل معروف بالمنحوتات وبالتماثيل الكبيرة، لكن هناك عنده تجارب جميلة بالتقنيات والتبسيط بالرسم. أما أسلوب شاكر حسن آل سعيد تجريد كبير، وكأنه يحول لك سطح من السطوح في بلد ما إلى الواقع أمام المتلقي. الفن العراقي لما يمتلكه من حضور قوي في الساحة العربية عبر الأفكار المطروحة في الفكر الجمالي والسياسي، إلى جانب المهنية والتقنية والأداء العالي، فهي فرصة أكثر إثارة وتشوقا في تجسيد تلك الذاكرة عبر مسيرة هؤلاء الفنانين الرواد. لبرنامج صباح الخير يا عراق، جليل باني، العراقية، عمان.